عايز ابدا بيك بقى، لان الناس ما تعرفوش ان انت كنت بتلعب كوره وان انت لعبت منتخب مصر. عرفنا بيك كده وعرفنا مشوارك مع الكوره. والله بص، انا بدايتي كانت في براعم من النادي الاهلي مع الكابتن بدر رجب والكابتن امين عرابي، قعدت حوالي 3 سنين هناك. بعدين جه الكابتن امين عرابي مشاني، فروحت على انبي، كان ساعتها كابتن ايهاب محمدين وكان مساكني كابتن محمد ابو النصر، قعدت معاهم موسمين. وبعدين رحت وادي دجله، كان مساكني كابتن محمود العارف وكابتن محمد اليماني وكابتن اشرف يوسف وكباتن كتير جدا. قعدت فتره في دجله يعني حوالي 6 7 سنين 8 سنين كمان. بعد رجعت تاني على انبي، كان ساعتها برده متواجد كابتن ايهاب محمدين وكان مساكني كابتن كريم خالد كامل، قعدت سنه كانت 97. وبعدين رحت راجع تاني على وادي دجلة، قعدت في دجلة برضو سنة مع كابتن ناصر عبد الحميد، وخلصت دجلة. وكان كنا هنبدأ فترة الإعدادية يعني بتاعت الموسم الجديد وكده. بعدين أنا سافرت على إيطاليا، كنت مسافر أجازة كده 10 أيام. سوء حظي الحمد لله، طبعا عملت حادثة هناك، دخلت المستشفى هناك شوية وإيدي اتكسرت وعيني دي ما كنتش بشوف بيها، وكانت مشكلة يعني الحمد لله. بس لما رجعت كانت وقت الكورونا وكنا دجلة نزلنا درجة تانية، فكان الموضوع بقى صعب جدا لما رجعت. فساعتها كان كابتن رحيم عمرو كان مدير الكورة في نادي النصر كلمني وكده، ورحت النصر، كان مسكنا دكتور خالد غنيم وبدأت الموسم معاهم. وكنا ماشيين في الأول، بدايتنا كانت كويسة، بعدين النتائج ما بقتش أحسن حاجة فغيروها وجابوا كابتن ياسر رضوان، وفضلنا مكملين الموسم. بس انا بقى مشاركاتي ما كانتش كتيره في الموسم ده خالص، والفرقه كانت ماشيه وحش جدا، فحسيت ان الموضوع هيبقى صعب ان انا اطلع تاني دوري ممتاز وان الاقي حته كويسه لا العب فيها واظهر فيها، محتاج وقت كتير وكده. فانا بحب التدريب يعني، من وانا بلعب انا بحب التدريب جدا جدا جدا، وبقعد اقرا على طول واتابع ومدربين واشوف كل حاجه على الانترنت واعمل الحاجات دي كلها يعني. بس فقررت اتجه للتدريب وخدت دوره في التدريب، والحمد لله دلوقتي بشتغل في زد مع كابتن سيف زاهر ودكتور احمد عبد الله وكابتن علاء نبيل رئيس القطاع، ماسك فرقه هناك مع كابتن محمد عبد العزيز زيزو، والحمد لله يعني راضي الحمد لله. انا بقى عايز يعني اخد من كلامك كده شويه حاجات في النص. انت اول مركزك كان ايه؟ مساك. تمام، مساك. ليه ما لعبتش حارس مرمى؟ لا كفايه عندنا اتنين. ما حاولتش في بدايتك انت تجرب حراسه المرمى دي خالص؟ خالص ما كنتش حاببها خالص يعني، من واحنا صغيرين حتى في النادي في الاهلي في مدرسه الكوره حتى في كل حاجه، عمري ما فكرت خالص ابقى حارس مرمى. كابتن شوبير ما حاولش معاك خالص؟ بالعكس سابك. وخلي بالك هو ما حاولش مع مصطفى برضه يعني، مصطفى هو دي انجيلا بقى، دي قصه كبيره انا عارفها. انجيلا انا بتكلم بقى معاك انت يعني. لا 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 خالص، انا اصلا ما كنتش حابب ان انا ابقى حارس مرمى خالص، كنت حاسس ان انا ابقى لعيب احسن، ولا كنت بلعب باك ليفت ومساك. ولعبت مساك لحد ما رحت النصر درجه اولى. رحت النصر درجه اولى. حلو. اعتزلت بقى وانت عندك كام سنه او بطلت الكوره وانت 24 سنه؟ بدري جدا. بدري جدا بس انا زي ما قلت لك كان يعني كان خلاص، كنت انا في درجه تانية ودجله كمان اللي هو بيتي يعني، دجله ده احسن نادي انا لعبت فيه، ناس محترمه جدا يعني، مستر ماجد سامي وكابتن علي ابو جريشه كان في قطاع الناشئين طبعا وقتها، ناس محترمه جدا جدا. بس انا خلاص بقى حسيت ان هو انا كنت بعت فتره عشان ارجع محتاج وقت، فالموضوع كان هيبقى صعب جدا، هياخد منك كتير، وقلت ان انت توفر الوقت ده للتدريب بالظبط. ممكن اسال في حاجه ثانيه يعني، ممكن ربنا ما وفقنيش في الكوره عادي، الحمد لله ربنا وفقني في التدريب، والحمد لله انا في نادي زاد يعني مش هبالغ لو قلت احسن قطاع ناشئين في مصر دلوقتي. انت ماسك هناك مدير فني الفريق؟ لا لا، ماسك مدرب مع كابتن زيزو 2012. 2012. الشغل البراعم او ان انت تاسس لعيب صغير صعب؟ صعب جدا طبعا، صعب جدا، عشان انت بيجي لك مثلا لعيبه، هو اللعيب ده مثلا ما لعبش في نادي قبل كده، انت لسه بتعلمه مهارات الكوره واساسيات الكوره، ازاي يقف في مكانه، ازاي بصيب بطن رجله، ازاي بصيب وش رجله، ازاي يشوط، ازاي يلف، ازاي يتمركز، ازاي يغطي. فالموضوع صعب طبعا، بس الموضوع جميل يعني، انا بحب التدريب بصراحه. فهو الموضوع اللي بيحب التدريب وعايز وبيقرا وبيثقف نفسه على طول وبياخد دورات وكده، لا مش هتفرق معايا اشتغل في اي سن. التدريب اسهل بالنسبه لك ولا اللعب؟ لا هو كده كان مفيش احسن من اللعب، اللعب ده احلى حاجه طبعا طبعا، بس زي ما قلت لك يعني الحمد لله كده ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه، فانت عشان تخش في التدريب لازم تبقى مارست شويه برضو يعني، يبقى عندك برضو الخلفيه، عارف اللعيبه، عارف الدنيا ماشيه ازاي يعني. فالتدريب
سهل للاعب برضو شوية. انت الجيل بتاعك مين برضو عشان الناس تبقى عارفة؟ انا الجيل بتاعي محمد محمود، احمد عاطف، احمد ريان، محمود مرعي، مرموش، ومحمد رضا، ناس كتير قوي، محمود فيليكس، صلاح محسن، صلاح محسن، محمود جاد، اسامه جلال، جيل ال 98 وال 97، جيل 98 و97، احمد حمدي. لا كل الجيل ده مع بعض على طول بقى في المنتخب، وماتشات ضد بعض، واخواتي واصحابي وكل حاجه. انت كمان ضميت للمنتخب 98؟ انضميت للمنتخب 98 مع الدكتور جمال محمد علي. عايز اروح بيك يعني او ارجع بيك تاني للنادي الاهلي. انت لما مشيت من النادي الاهلي ما حاولش كابتن شوري يتدخل انت لسه موجود في النادي الاهلي، او ان يبقى في بوش كده في ظهرك او الكلام ده كله؟ ما هو لو كان في بوش من الاول ما كنتش همشي من النادي الاهلي زي ما الناس فاكره يعني. يعني انا دلوقتي محمد احمد شوبير بس ما مشوني من الاهلي، الكابتن امين عربي مشاني من الاهلي. ايه المشكله؟ الكابتن شوبير عمل حاجه؟ لا خالص، بالعكس، رحت انبي بعدها، بعدين رحت دجله، بعدين رجعت انبي تاني، بعدين رحت وادي دجله، بعدين رحت النصر. فمفيش اي تدخل من الكابتن احمد شوبير في الموضوع ده خالص، ولو كان في تدخل هيبقى في ايه بالظبط؟ عشان الناس فاهمه غلط برضو. الناس تقول لك واسطه ومش واسطه، لو في واسطه ما كنتش همشي من النادي الاهلي مثلا، الناس فاكره كده.